سلمي شو. هي لعبة سميت بلعبة الموت، هو عاصم يناية يضربها، يعنفها، يعتدي عليها، وأحيانا يغتاظ منها. رحبوا معي بضيفي عابد فهد وضيفتي سيرين عبد النور. سيرين، شو في بينك وبينه؟ مهضوم مالك، عاصم وحش، وحش الدراما العربية. عاصم إنسان رقيق وحنون، عاصم بحب المرأة كتير وما بيعنفها. عاصم إيه؟ لك ولادك هونيك. وينهم؟ مالك، لقيني بكرة الساعة 11 على صخرة الروشة، وأنا بقول لك عاصم شو كان يعمل فيي، بس هو ما فيي أقول لك، لأنه هلا بيمسح الأرض فيي. بابا وينكم بابا؟ بدي بوزكم بطياسكم بابا، وينكم؟ عاصم، شو رأيك بنايا؟ نايا ست فاجرة، نايا وحدة كذابة، وحدة حيوانة. عاصم، ما تحكي هيك عني على التي في. سدي بوزك لك، ما احكي عليك هيك على التي في، على التي في ما احكي عليك هيك. انا بي 30 حلقة برمضان قول عنك هيك، قول عنك يا كذابة ويا فاجرة ويا حيوانة. انت ليش ما كان عندك مشكله بوقتها؟ كنت متكلي انه انا بدي اهرب مع كريم، فكنت سدي بوزي كل الوقت، بس هلا ما في اهرب مع مالك لانه مالك مجوز. ساره متنكد، استاذ مالك انت بتعنفها لنايلة؟ لا بالعكس، انا بضل تشتشها وغنجها لنايلة. ايه هيدي رجال، سدي بوزي ولك فاجره. طبيعي استاذ مالك انك انت ما تعنفها لنايلة، لانه انت طالع لك من وراها جريدة يا أبو ديك أنت، بينما أنا شو طالع لي من هالدجاجة الفاجرة؟ عاصم، ما تقول عني دجاجة فاجرة، أنا سحبيتي كتير حلوين، قول عني دجاجة مسحبة. صايرة عم تنكد، سدي بوزك ولك. أي، شوفي بينك وبينه. لمين؟ لمالك مكتبي، شوفي بينك وبينه. كل خير، سدي بوزك ولك. عنف، جحشنة، يبيط، ودعوسة، لعبة أشبه بلعبة الموت. وبعد، حين يصيح الديك، حين تزقزق العصافير من فجر الدراما اللبنانية، أشرقت الشمس بعد البريك.